رسالة الرب بتقول إذا شفنا في وباء إذا شفنا في جراد عم بيجي على الأرض إذا شفنا في مصايب وفي ويلات آتية على العالم كما نرى اليوم بالوباء الكورونا اللي أو فيروس الكورونا اللي مل العالم والعالم كله مرتعب منه إذا شفنا شو لازم نعمل إحنا ككنيسة شو دورنا نعمل إحنا ككنيسة شو هو الموقف اللي لازم ناخده الرب بجاوب الجواب موجود في عدد 14 قول إذا تواضع شعبي شو لازم يعمل لازم يتواضع قدام الرب تنين لازم نصلي ونطلب وجه الرب ثلاثة لازم نتوب عن خطايانا وعن طرقنا الردية ولما الكنيسة بتاخد دورها بالتواضع والتوبة والرجوع إلى الرب وطلب وجه الرب النتيجة هي أن الرب راح يسمع من السماء راح يغفر خطيتنا وخطايانا وخطايا شعبنا وراح يبرئ ارضنا يشفي ويبرئ ارضنا